التلفازه ما كتعجبنيش، لان ما كاينش شي حاجه اللي هي مهمه غيستافد منها الانسان. لا ماجوريتي اكثر، الا كنتي مع العائله ديالك كاينين شي حوايج ما تقدرش تشوفهم. ما كاينش شي برامج اللي هي ثقافيه 100% او شي حاجه اللي كتطلب الانتيليجونس كما بحال في الدول المقارنه مع الدول الاخرى، انهم كيعطونا شي حاجه غاتيبه وشي حاجه اللي ما كنستافدوش منها. ان كائن لان الانسان خصو ياخذ شي حاجه اللي يستعمل فيها التفكير ديالو، وماشي بالضروره انك تضحكني وتنازل الدرجه ديال الصبيان انك كدير دي جيست كوم ان بتي غامان باش توريني بانك نتايا غير فلحتي باش انك تضحكني، لان خصني انا نضحك غير بالمعنى. واش فهمت؟ هو صراحة البرامج اللي تيدوزو في رمضان أبار لي دوكيمونتير و المسلسلات، فكرة ما تكونش فكرة اللي هي في المستوى وكتوصل شي حاجة للمشاهد. داكشي علاش أنا جو با انتيريسي، ما كنتفرجش بزاف كاع في التلفازة في رمضان، كنتفرغ الصلاة والعبادة. تيكون هذاك الشهر في العام الإنسان كيتفرغ الصلاة والعبادة من الأحسن. برامج ممتعة، برامج فكاهية بزاف. شنو أحسن برنامج هاد العام؟ هاد العام هو ديك كاميرا خفية. المهم هما راه كيضحكوا، ماشي كلشي زوين، كيخرج من داك الجو ديال العام. انتي في مزيانة، علاش؟ فيها محاولة داكشي جديدة مزيانة. اما ان تي في مزيانه، فيها افلام وفيها محاولات وفيها مناقشه، هذه مزيانه. اما الدوزيام ديال هذاك الشيء كديرو غير داك الشيء اللي كديرو هو اليوم هو اللي كديرو غدا، خاصها دير المواطن شي حاجه جديده اللي غادي يشوفها وتعجبو. ماشي هي التلفازه راه كيشوف فيها العالم كامل، ماشي غير المغرب، كيشوف فيها كل شيء. وهما خصهم يديروا بانهم هما شركه، خصهم يديروا شي حاجه جديده اللي غيشوفوها ويسولوا على المواطنين ويقلبوا على هذيك. هما كيديروا على داك الشيء اللي كيديروا يعاودوه جدا، عاودوه 20,000 مره، كل تيديروا شي حاجه يعاودوها. خصهم يديروا شي حاجه زوينه وممثلين باسلين دايرينهم، يديرهم هذا العام ويديرهم هذا العام، يديرهم شي حاجه عيانه في الافلام ديالهم. على مالهم ما عندهمش فلوس باش يديروا افلام؟ حنا راه تنعرفوا، راه حنا ولكن حنا ايرجون خصنا نتفرجوا في اذاعه ديالنا في المغرب. لان كلشي المغاربه ما كنبغوش نتفرجوا في الجزيره ولا شي حاجه، بغينا نتفرجوا في داكشي ديالنا. ولكن ديال داكشي ديالنا عيان، علاش ريسيبتو؟ علاش ريسيبتو الناس جايرين وهذاك الشيء؟ حنا ما تنتوصلوش لداكشي اللي بغينا حنا. الدوزيام خاصها تكون شي حاجه جديده، محاولات ديال الكليان، محاله حيه باش الناس يشوفوا البرامج. ودوك البرامج هما باش غيعيشوا دوك الناس. دوك البرامج تيكونوا يسولوا على الناس، هادي يكون عندهم شي هادي، باش تكون محاولات ماشي شي حاجه خيط ابيض. هادي شي حاجه عيانين ديال المغاربه، اسرار ديال المغاربه تتمشي عند وحدين اخرين. انا ضارب مع امي، ضارب مع بو على الارض. ما خصها تكون شي حاجه اللي تكون واصله في العقل ديال الانسان، يكون واعي فيها. ماشي حنا مغاربه حنا عارفين ما غاديش يكذبوا، ولكن خصها وتكون الديانه ثاني، يكون الدين. ما بقاش عندهم الدين نهائيا، شي حاجه ديال الدين ولا شي فقه ما بقاوش عندهم. علاش ما يبقاوش؟ حنا حيت مغاربه خصنا يكون عندنا الدين، يكونوا شي وحدين يخطبوا نشوفوهم كما كنا كنشوفوهم في الاذاعات الاخرين. علاش كنشوفوهم على الدوزيام فيها التعريه وفيها سميتو شي حاجه عيانه والدراري ديالنا باش يخرجوهم؟ حيت هذيك التلفازه هي راه عبره لولادي، ويديروك 12 عام، يديروك مضاربين 12 عام، تيبينوا الدري كيفاش يقتل، والدري ولا تيهز الموس مع باه وداك الشيء. هذاك الشيء ماشي معقول، خاصهم يديروا لنا شي حاجه اللي غادي نكونوا نتافدوا لها، ماشي يديروا هذاك البرامج اللي كيهدين هما اللي شادين، حيت هما ايرجو حاسمينهم علينا بالضو، كنخلصوهم حنا كاملين وكنتفرجوا بهم بالزز. علاش كنتفرجوا مع الخطوه؟ كنبغوا نشوفوا المغرب شنو عندنا شنو، ولكن حنا خصنا نشوفوا حاجات اخرين. لا 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 التلفازه، انا التلفازه المغربي انا نقولها لك، انا ما كنتفرجش فيها انا بصفه عامه. ما كاينش شي مواقع، لان كاينين الناس هما اللي محتكرين ديك. واما أما أما بالنسبه للتمثيل، اكبر مؤسسه ديال التمثيل هو المغرب، اكبر مؤسسه. كنهضر معاك دابا سي الياس، هادشي خلينا مصريين، وكيبدا يقول لك هوليود ولا وحق لا الى اكبر مؤسسه ديال كتلقى بنادم كيمثل على دارو، كتلقى راجل مع مرته مجوج معاه مثلا 40 عام ما عارفه عليه والو، ماشي ممثل. الثقه اللي تبقى دايزه